اهلا بيكم متابعينا ومتابعين اليوم السابع في كل مكان. احنا دلوقتي موجودين في مستشفى جامعة الزقازيق، بننقل لكم تفاصيل يعني تبرع ام لابنها بجزء من بكليتها لانقاذ حياته، وديت يعني من ضمن بركة امل جديدة في مستشفيات جامعة الزقازيق، وهي البدء في عمليات زراعة الكلى. هيكون معانا الدكتور خالد عبد الصمد رئيس قسم المسالك البوليه، والدكتور عبد السلام عيد عميد كليه الطب، اللي هيكلمونا عن الحاله. احنا طبعا مش هنقدر نرتقي بالحاله لان هي موجوده داخل عنايه مركزه يعني تامينا ليها، لكن احنا هيكلمنا بالتفاصيل عن الحاله الدكتور خالد عبد الصمد. اتفضل المايك. احنا بنرحب بحضرتك على اليوم السابع، ولو حضرتك تكلمنا الاول عن تفاصيل حاله المريض، جه ازاي وتقدم ازاي لعمليه الزرع. بسم الله الرحمن الرحيم. أنا بشكر حضرتك. حالة الزرع دي هي تعتبر من بقورة حالات الزرع اللي بدأتها مستشفيات جامعة الزقازيق من فترة، بعد توقف دامة حوالي 8 سنين، وابتدينا موضوع الزرع تاني، لأن في جزء كبير من المرضى بيعانوا من مشاكل الفشل الكلوي. بالنسبة للحالة دي، تقدم أم وابنها لعمل الفحوصات اللازمة، لأن الولد كان يعاني من فشل كلوي مزمن، وكان على غسيل كلوي من فترة طويلة، وسمعوا عن بداية برنامج الزرع في مستشفيات جامعة الزقازيق، وتقدموا لوحدة الكلى وأمراض الكلى في مستشفى جامعة الزقازيق، وتم عمل الكشف اللازم والفحوصات المعملية والأشعات الخاصة بهم، ولقينا ان الوضع مناسب والانسجة متطابقة بين الام وابنها. وعلى هذا الاساس تم اتخاذ القرار من لجنة زرع الاعضاء في كلية الطب جامعة الزقازيق، وتم التوافق، وتم عمل عملية الزرع الخميس الماضي بالاشتراك مع كلية الطب جامعة المنصورة مركز الكلى بالمنصورة. تكلمنا يعني عن بركة الأمل لمرضى الفشل الكلوي، إزاي جامعة الزقازيق دلوقتي بقت جاهزة إن هي ممكن تعمل زراعة الكلى أو الأعضاء؟ طبعا إحنا من فترة بنحضر للموضوع ده، وجامعة الزقازيق كانت في فترة من الفترات سباقة، ولكن البرنامج توقف نتيجة بعض الأمور الخارجة عن إرادتنا جميعا. إنما مع وجود الإدارة الجديدة في جامعة الزقازيق، أستاذ دكتور عميد الكلية والأستاذ دكتور رئيس الجامعة الحالي أستاذ دكتور عثمان شعلان، صراحة لقينا دعم ودفع وتشجيع غير طبيعي لإحياء موضوع زراعة الكلى مرة تانية. وإحنا في قسم المسالك كنا بنبعت بعض الزملاء يتدربوا في كليات الطب المختلفة، وابتدينا نتعاون مع قسم وحدة الكلى ومع وحدة زراعة الأعضاء، وتم إحياء الموضوع، لأن الموضوع بيبقى مشترك فيه الصيدلة، ومشترك فيه المعمل، ومشترك فيه تمريض، ومشترك فيه عناية مركزة، ومشترك فيه تجهيزات عمليات. فوجئنا إن الحاجات دي كلها توافرت بما لا يدعو أي مجال لأن إحنا نتقاعس عن تقديم الخدمة دي لأهلنا في الشرقية. لو تطمننا على حالة الأم وابنها وحالتها النفسية وفرحتها بنجاح العملية. والله الأم الحمد لله صحتها العامة كويسة بعد العملية، المفروض إنها تخرج النهاردة. إحنا مع كمية البول الخارج منه طبيعي، بنبتدي نعالج بعض المشاكل البسيطة اللي ممكن تظهر اللي هي كانت عنده قبل الزرع، إنما الحالة العامة للاتنين مستقرة جدا جدا جدا. هو هيخرج بعد الأم يمكن بيومين أو ثلاثة أو أربعة على حسب الحالة العامة بتاعته. طب احنا ننتقل للدكتور عبد السلام عيد عميد كلية الطب، اللي هيكلمنا عن يعني الإنجاز اللي بتعمله كلية الطب في توفير الجراحات المتقدمة، واللي أولها عمليات زراعة الكلى. بسم الله الرحمن الرحيم. هو طبعا الحاصل ده جزء من المجهود المتميز اللي بتقدمه جامعة الزقازيق متمثلة في مستشفيات جامعة الزقازيق
لتقديم الخدمة الصحية لمواطني محافظة الشرقية والمحافظات المجاورة. الموضوع ده جاي بدعم مباشر وشخصي من الأستاذ دكتور عثمان شعلان رئيس الجامعة. احنا عندنا برنامج زراعة الأعضاء زي ما الدكتور خالد قال كان بدأ من فترة وتوقف لأسباب لوجستية وأسباب تقنية، إنما احنا بقالنا سنتين بذلنا مجهودات كبيرة في الحصول على رخصة زراعة الأعضاء والترخيص بتاع برنامج زراعة الأعضاء ده تم، وتم عمل أول حالة زراعة كبد من حوالي سنة وشوية. طبعا ده جهد كبير لأنه الموضوع لا يقتصر على الفريق الجراحي، إنما ده جهد للمستشفيات بالكامل، من أول بقى مكافحة العدوى، المعمل، بنك الدم، بيتشارك فيه بقى أقسام العناية المركزة وبالإضافة للفريق الجراحي. طبعا علشان ندعم الفريق الجراحي بالخبرات اللازمة تم عقد بروتوكول تعاون مع جامعة المنصورة، أستاذ دكتور عثمان شعلان رئيس الجامعة وأنا، وكان معانا الأستاذ دكتور يحيى زكريا مدير برنامج زراعة الأعضاء، رحنا ومعانا الفريق الجراحي، التقينا بالأستاذ دكتور رئيس جامعة المنصورة والأساتذة المسؤولين عن زراعة الأعضاء هناك، وتم توقيع البروتوكول. البروتوكول ده يتضمن انه اساتذه جامعه المنصوره بيحضروا معانا هنا في جامعه الزقازيق للمشاركه في العمليات الى حين الفرق الطبيه بتاعتنا تكتسب الخبره اللازمه، والبروتوكول ايضا يتضمن تدريب الاطباء اللي هم من جامعه الزقازيق في المراكز المتخصصه في جامعه المنصوره. احنا عملنا حالتين زراعه كبد وحالتين زراعه كلى، دي الحاله الثانيه. الامور يعني بتسير تباعا، ان شاء الله احنا بنكتسب خبرات كويسه جدا وبنكتسب ثقه والفريق الجراحي بيكتسب ثقه، بحيث انه شيئا فشيئا الامور هتتحرك والحالات هتنعمل بمعدل اعلى من كده باذن الله. طب لو في مثلا من متابعين حد بيتفرج علينا ويكون عنده محتاج عمليه زرع، لو حضرتك توضح لنا الخطوات اللي يجي يتقدم بيها لعمليات الزرع. هو حضرتك دلوقتي طبعا دول بيبقوا مرضى مزمنين، عاده عندهم مشاكل صحيه مزمنه سواء فشل كبدي او فشل كلوي، عاده بيكون المريض متابع مع قسم البطنة سواء الكلى أو في حالة الكبد بيبقى قسم الجهاز الهضمي، البطنة الجهاز الهضمي، وبالتالي هم بيرشحوا الحالة اللي هي لم يعد ممكن فيها العلاجات العادية التقليدية بالأدوية وخلافه، إنما بتحتاج لعملية الزرع. ساعتها بقى الطبيب الباطني اللي هو المعالج ده هو اللي بيوجه المريض إلى برنامج زراعة الأعضاء وبيتولى التنسيق له وتحضيره من ناحية التحاليل والفحوصات وتحضير المتبرع وهكذا. طب احنا يعني مستشفى جامعة الزقازيق معروف انها يعني من ضمن المستشفيات المتميزة في شرق الدلتا كلها، وبتقدم خدمات لمحافظة الشرقية والمدن القناة وسيناء، فلو حضرتك تكلمنا عن ابرز الخدمات الطبية والجراحات المتقدمة اللي بتقدمها مستشفى جامعة الزقازيق. هو قبل الجراحات المتقدمة أنا عاوز أشير لحاجة وهو يمكن الناس كلها لمسينها بس لابد من إعادة التأكيد عليها. مستشفيات جامعة الزقازيق عاملة مستشفى عزل من السنة اللي فاتت من شهر 4/2020، تقريبا كانت الوحيدة في وقتها اللي بتعزل داخل محافظة الشرقية، بينما كانت الحالات اللي بتتوجه لوزارة الصحة كانت بتنقل إلى مستشفيات العزل البعيدة، ولم تتوقف مستشفى العزل في مستشفيات جامعة الزقازيق عن تقديم خدمة متميزة بالمجان بالكامل لجميع المرضى بفيروس الكورونا سواء من العاملين بالجامعة أو غير العاملين بالجامعة من المواطنين العاديين. حتى هذه اللحظة يعني منذ بدأنا في أبريل 2020 وحتى هذه اللحظة في عندنا بنتلقى المرضى المصابين بفيروس الكورونا ونقدم لهم خدمة متميزة مجانية بالكامل مهما بلغت التكاليف اللي قدرناها، تكاليف مباشرة من 20-50 ألف جنيه لكل مواطن. ده جزء من المجهود اللي بتبذله جامعة الزقازيق، وده طبعا بدعم ورعاية معالي الوزير الأستاذ دكتور عثمان شعلان رئيس الجامعة، بالإضافة إلى أن عندنا هديتين لمحافظة الشرقية والمحافظات المجاورة هيرفعوا من مستوى الخدمة الطبية بصورة كبيرة، وهما مستشفى العاشر من رمضان الجامعي ومستشفى الطوارئ الجديد. مستشفى العاشر من رمضان الجامعي بطاقة حوالي 200 سرير منهم حوالي 90 سرير عنايات مركزة، وده مشروع قومي وتكلف
ما بين الإنشاءات وما بين التجهيزات نحو 1 مليار جنيه. المستشفى ده في العاشر من رمضان على ملتقى طرق رئيسية، طريق الإسماعيلية القاهرة وطريق العاشر الزقازيق بالبيس، وقريب من العاصمة الإدارية الجديدة والمدن الجديدة، وهيخدم هذه المناطق الصناعية اللي كانت محتاجة ومفتقرة إلى مثل هذه الخدمة، ويقدم لها الخدمات المتطورة اللي موجودة في جامعة الزقازيق. على الجانب الآخر، هنا على حدود مدينة الزقازيق عند الشوبك في مستشفى الطوارئ الجديد جاري حاليا إنشاؤه، مستشفى ضخم جدا يقرب من 400 سرير، هينقل الخدمة في قطاع الطوارئ نقلة كبيرة جدا في منطقة شرق الدلتا بالكامل. احنا بنشكركم على المجهود اللي انتم بتقدموه للمرضى في محافظة الشرقية وفي المحافظات المجاورة. كان معاكم من الشرقية إيمان مهنا من داخل مستشفى جامعة الزقازيق، بننقل لكم تفاصيل نجاح زراعة عملية زرع الكلى لمريض شاب من والدته.